التدريبي. قبضة حديدية بين بالعمري وإدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي التي استعانت بمحضر قضائي من أجل تدوين غياب بالعمري عن التدريبات. بالعمري تراجع عن اللعب لنادي الوداد لأسباب شخصية. نعم، لا ندري الان كيف ستنتهي قصه بالعمل مع نادي الوداد المغربي. اليوم يقدروا يذكروا فيه مادام سينيا كونطرا بروفيسيونال، يقدروا يدفعوا الكونطرا ديالو يولي ساري المفعول. يولي ساري المفعول، السلام عليكم. يقدروا يتسبوا له في مشاكل كبيره لنادي الوداد المغربي. لذلك نتمنى ان تنتهي هذه القضيه على افضل حال ممكن بالنسبه للنادي وبالنسبه للاعب اللي هو الدولي الجزائري بالعمل مسيرته. نتمنى يختمها بافضل طريقه ممكنه. كانت عنده عروض ايضا من البطوله الوطنيه لكن انه فضل يلعب يوقع في نادي الوداد المغربي. الميركاتو سينتهي غدا ساعه منتصف الليل، يعني مازال يوم وتقريبا ساعتين ولا اقل من ساعتين من الان على نهايه الميركاتو، 26 ساعه قبل نهايه الميركاتو. يجب ان يجد حلا لهذه المعضله اللي يراو فيها اللاعب، خاصة بحضور المحضر القضائي لتدوين غيابات اللاعب. ما يعني بانه نادي الوداد دفع عقد اللاعب رسميا، مادام باش تجيب محضر قضائي يعني لو كونترا ايتي سيني وديبوزي او نيفو دو لا ليغ. ما هو كان بيتاتر لاعب بالعمري، شو لاعب غني عن التعريف، لاعب اللي نحبه يعني انا كلاعب شرس، لاعب اللي يحب يربح. نشوفه بلي ما نتمناو ما تكونش يعني المسيره تاعو نهايتها بهذا الشكل. نشوفوا باللي الوداد البيضاء مادام سنيت مع هذا الفريق نتمنى يعاود يرجع ويلعب في هذا الفريق، لان رانا نشوفوا بن عياده يعني في هذا الفريق راهو مازالوا يلعب في الوداد البيضاوي. نشوفوا على غرار مرباح الحارس راهو يلعب في فريق الراجع على ما اظن. هناك لاعبين جزائريين لعبوا في البطوله المغربيه، بطوله اللي فيها يعني مستوى. لعبت انا ضد الوداد يعني في اتحاد العاصمه، لعبت ضدهم في الشامبيونز ليغ وفي كاس العرب. نقدر نقول لك باللي ان شاء الله يعاودي واللي باش ما يفزتش يعني المسيره تاعو واللي يتدرب بصفه منتظمه، لان بالعمري شخص يعني جيد وشخص يعني واش كاين في قلبه كاين في لسانه. نقدر نقول لك باللي ان شاء الله نتمنى له يعاود يولي، وان شاء الله ولا حب يختم يعني الكارير تاعو يجي هنا للجزائر، لكن ان شاء الله ما يخليش العقد تاعو ساري المفعول، لان دوك هكذا لو يحضروا لك المحضر القضائي غياب تاع ثلاث ايام تولي انت ترومبورسي، تولي انت في مشاكل اخرى. والان يعني باش يكونوا وسطاء صعب جدا بين الفريق المغربي ولا الوداد البيضاوي اللي هو وجمال بلعمري دوك راح معاه. لكن من جهه اخرى اداره الوداد البيضاوي الان لما توصلت بانه اللاعب لا يريد اللعب للوداد لاسباب شخصيه تخصه هو ولا يريد اللعب لهذا النادي، لماذا تحاول ان تتمسك به؟ اليوم الاداره شوف باش تدافع حقوقها سكيلو يابارتيان. لاعب اليوم لما تروح توقع مع لاعبين عندك خيار اول، خيار ثاني، خيار ثالث وخيار رابع ربما ولا خامس. انت كونت توت لي بيست قدامك ابخي اون فوا تو سين ان جوار، طب دوني لي بيست الاخرين يعني اللاعبين الاخرين اللي معاه. ما تقدرش تقعد في اتصال انت وقعت في هذاك المركز، توقعت في هذا المركز. لذلك هم ربما ينطلقون من هذا المبدا انه الوقت قصير وماهمش قادرين يجيبوا لاعب الشتوي. الميركاتو الشتوي ماهمش قادرين يجيبوا لاعب يعوض اللاعب اللي وقعوا معاه. هم ابطال افريقيا في ليغ دي شامبيون شاهدنا هذه التصرفات حتى في اكبر الانديه العالميه. شاهدنا لاعبين لا يريدون البقاء في انديه معينه. ديمبيلي ولا يغيب على تدريبات بوريسيا دورتموند من اجل الانتقال الى برايتون. ما نروحوش ديمبيلي برايتون مع كايسيدو يريد الانتقال الى ارسنال. نعم. وبرايتون متمسك باللاعب عطاه راحه. انا ما قلتش بانه بالعمري عنده الحق او اداره الوداد. لا ما قلتلكش الوداد عنده الحق ولا بالعمري عنده الحق. لما لاعب ما يحبش يلعب لذاك النادي لماذا يتمسك النادي به؟ هذا هو من ناحيه المبدا انه لما لاعب ما يحبش يلعب لذلك النادي تكون فيه امور قانونيه بفسخ العقد وينتقل اللاعب لوجهه اخرى ويبحث النادي عن لاعب اخر. لا يمكن ان يلعب اي لاعب في نادي معين ضد رغبته وضد ارادته. محمد لكن في كلام رئيس الوداد البيضاوي قال باللي قال لهم نروح للجزائر نسوي بعض الاشياء ونعاود نرجع. هي ما قالش هو بالعمري. وبالعمري انت سمعته ماذا قال؟ بالعمري ما سمعتوش واش قال. سمعت يجب ان نستمع للطرفين، لازم نسمعوا بالعمري. لكن دوك الكلام الاول هو نتبعوا كلام الرئيس. الرئيس يعني مادام لو التم يقول له بالعمري انا نداهب من ما نظنش واحد يمضي ويروح يعني ما يسينيش في هذا النادي. يعني هنا كاين مشكل. نعم. هذا المشكل راح يبان مع مرور الوقت. نعم، نتمنى الخير لمدافعنا الدولي جمال بالعمري قلب الاسد وان يعود الى سابق عهده وسابق موسم.